تصريح معاكم والهدف اللي أثار جدل كبير جدا، هل الهدف جه في شعر كريستيانو رونالدو ولا لأ؟ هو ده اللي قاله أحمد حسام ميدو، واللي قال إنه هدف البرتغال الأول لازم يحتسب لرونالدو علشان هدف البرتغال طبعا اللي كان في مرمى أوروجواي كان لازم يتحسب لرونالدو. الكورة جت في شعره، ممكن الكورة لو جت في شعر مثلا لاعب أو ما جتش في دماغ كريستيانو، لكن جت في شعره، علشان كده كنت بطول شعري وأنا لاعب وبراهن إن رونالدو هيعمل تظلم علشان الهدف يتحسب له. يعني أعتقد إنه عشاق رونالدو ممكن يفكروا كده، ده واقع على فكرة حقيقي، لما بيكون في أسطورة ورمز كبير جدا وليه عشاقه في كل مكان، وهو حقيقي أسطورة، وهو أسطورة حقيقية، مطرح ما بيروح الجمهور بيروح معاه، والأرقام القياسية اللي عمال يحققها، وفعلا ما فيش مستحيل بمعنى الكلمة مع كريستيانو رونالدو، هو ده النوعية من اللعيبة اللي ممكن جمهوره يحاول ان هو يعمل له اي حاجة او يوافق له على اي حاجة او يغير له القوانين او اللعبة علشان الحاجة بتاعته او علشان تكون لصالحه. اعتقد حتى لو مفيش قانون بيقول كده، اللي شفناه والحالة اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي والكلام اللي اتقال من محللين او من نقاد او من عشاق لكريستيانو رونالدو يخلوا الحاجة دي تتعمل له او القانون يتغير علشانه. طبعا هو الموضوع فيه نوع من انواع الدعابة شوية، ولكن الواقع بيقول انه لا ما تحسبلوش، وانه الهدف ما تحسبش لرونالدو، لكن كل عشاقه اللي طبعا عايزين ان هو يكون بيزود في ارقامه القياسية وفي عدد اهدافه حاليا في كاس العالم، من هي ممكن تكون النسخة الأخيرة لكاس العالم، ممكن تخليهم يشيلوا له أي صعاب وطبعا يحسبوا له الهدف ليه. بتمنى له كل التوفيق، ولكل اللعيبة المتواجدين في كاس العالم الحقيقة عاملين أداء رائع جداً.